السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة المعلومات تي في، ومرحبا بكم في سلسلة خاصة بتصحيح فروض المحروسة. يعني إن كنت مهتم بالمحتوى التعليمي فأنت في المكان الصحيح. وإن شاء الله نبدأ بسلسلة كما قلت لكم خاصة بتصحيح الفروض المحروسة، خاصة في مادة الفيزياء والرياضيات والتكنولوجيا. يعني إن كنت مهتم بهذا المحتوى فأنت في المكان الصحيح، وما عليك إلا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس طبعا حتى يصلك كل جديد. وبطبيعة الحال دائما كما ولفتكم يعني بدون مقدمات، نبدأ مباشرة بتصحيح فرض محروس خاص بمادة الفيزياء في درس الحركة والسكون. بطبيعة الحال إذا بغيتوا نماذج أخرى ما عليكم إلا تخلي لي في التعليق اللي بغينا المزيد من النماذج، وغادي نحاول إن شاء الله نصححهم. غير الإشارة فقط بالنسبة لهذا الفرض هذا، يعني أنا غادي نخلي لكم في واحد الرابط ديال المدونه، يعني باش حبذا لو انكم تخرجوه بعدا تجاوبوا عليه عاد تجيو تشوفوا التصحيح. يعني ماشي مباشره تجيو تشوفوا التصحيح، انا نخلي لكم تما ضربوا واحد الدويره خدموا وديروا محاوله عاد اجيو نجاوبوا عليه مجموعين ووفقكم الله جميعا. اصدقائي كما قلت لكم يعني هذا الفرض هذا فهو خاص بالحركه والسكون، وايضا يعني في واحد الفقره خاصه بالتاثيرات الميكانيكيه. إذا نبدأ على بركة الله. طبعا هذا يعني فهو موقع حسينة، يعني رجعته بخير، يعني موقع صراحة راه في فروض زوينة. المهم نبداو على بركة الله. التمرين الأول، أتمم فراغ بما يناسب من الكلمات التالية: مستقيمي، منحني، دائري، الإزاحة، الدوران، حركة سكونه، المرجعي، تناقصة. هنا متناقصة تكون متناقصة، خطأ مطبعي. نقطة التأثير، خط التأثير، الملهى، الشدة، متسارعة، تزايدية، هنا تكون تزايدية ولا متزايدة، منتظمة، والكبح. إذا نبدأ بطبيعة الحال يعني هذه الفقرة فهي خاصة باسترداد المعارف. إذا تتعلق حالة اش جسم أو بالجسم المرجعي. هنا دائما نرجع لكم في استرداد المعارف شي حوايج اللي هما خصكم يكونوا في الاول، يعني من المبادئ من الاساسيات ديال هذا الدرس. هذا الدرس ديال الحركه والسكون من خلال الاسم ديالو الحركه والسكون، دونك هنايا ضروري غتكون شي حاجه عندها علاقه بالحركه والسكون. واهم حاجه اللي قريناها ورا الفيديو هذا لنا هدرتكم واحد الفيديو على هذا خاص بهذا الفقره هذه اللي هي الحركه والسكون وانواع الحركه الى غير ذلك. هذا اللي ما شافش الفيديو يمشي يشوف الفيديو وعاد يرجع يخدم الاخر، يخدم هذا الفرض هذا. دونك تتعلق حاله ماذا؟ حركه جسم. هنا كنهضروا على حركه جسم او اش او سكونه. اذا جينا هنا ما نقول تتعلق مستقيم جسم منحنى دائر، هنا اللي جايه وهي حركه جسم او سكونه. باش كيتعلقوا حركة الجسم أو السكون نهضرنا عليها سابقا، كتعلق بالجسم اش المرجعي، بالجسم المرجعي هذا نهضرنا عليها مزيان في الفيديو. نميز نوعين من الحركة، عندنا جوج أنواع ديال الحركة اللي هما حركة إزاحة وحركة الدوران. حركة الإزاحة وحركة الدوران تلقاوها هنا، حركة الإزاحة وحركة الدوران. مزيان، لأن قلنا عاد هضرنا على المسارات. دونك هنا عندنا مستقيمي، منحني، دائري، دونك هادو داخلين في المسارات. نميز ثلاث أنواع من المسارات، شنو هما؟ إما مسار مستقيمي بلا من هادو نكتبوها، أو ومسار منحني ومسار دائري. وراه هضرنا على الفرق ما بين الدوران وما بين دائري. هنا دائري كنقولو مسار، أما الحركة كنقولو حركة دورانية أو حركة الدوران. هنا أيضا هنايا تكون الحركة أش كتكون الحركة؟ يا إما كتكون متسارعة أو متناقصة. دونك تكون الحركة في حالة تزايد السرعة، في حالة تزايد السرعة شنو كتكون الحركة؟
واش متسارعة ولا متناقصة؟ راه باينة هذه متسارعة، راه واخا ما تكونش قاري كاع الفيزياء، بما أن عندك في حالة تزايد السرعة راه باينة تكون متسارعة. يعني هنا نوري لكم شي حوايج راه غير فاهمها، راه ما عندهمش واخا ما تكونش كاع قاري الفيزيك راه غادي تجاوب. ومتباطئة في حالة ماذا؟ في حالة دونك نرجعو لهذه، في حالة تناقص السرعة، يعني في حالة تناقص ماشي متناقصة، في حالة تناقص السرعة تكون متباطئة، يعني غادي كتنقص دونك السرعة راها متباطئة. وتكون في حالة استقرار السرعة، باش تكون السرعة مستقرة شو كنقولو سميناها حالة منتظمة، تكون منتظمة. دونك حيدنا هذه، حيدنا متسارعة، حيدنا هذا المتناقص. دونك هنا سالينا تقريبا مع الحركة والثقول. نمشيو هنا للقوة، هنا التأثيرات الميكانيكية للقوة. أربع مميزات، شنو هاد المميزات ديال القوة؟ باش كنعرفوها، كنعرفوها نقطة التأثير، كنعرفوها بخط التأثير، كنعرفوها بالمنحة، كنعرفوها بالشدة. دونك هما متابعين. دونك تتعلق القوة أربع مميزات، وهذه راه هضرنا عليها سابقا. دونك فاش كنعطي مثلا شي جسم مثلا على طاولة، على طاولة، دونك هنايا فالطاولة تطبق قوة على هذا الجسم هذا، وهذه القوة هذه فهي عندها بزاف ديال المميزات. المميزات اللي عندها نقطة التأثير، هنا بالنسبة لنا مستوى ديال التأثير، خط التأثير، المنحة، والشدة. ولا كتكون في حالة مثلا جسم معلق نفس الشيء، حتى هنايا في هذا الخيط هذا مثلا يطبق قوة على هذه الكرة وترجعوا لها بلاتي. دونك بلا ما نعاودو نكتبو هنا. تتعلق مسافة التوقف لدى عربة بمسافة رد الفعل ومسافة اش، ومسافة وحدة اللي بقات لنا هي الكبح. مسافة التوقف لدى عربة، يعني شي طوموبيلة غادية لدى عربة مسافة ديك المسافة اللي غادي توقف، شحال كيشد الفران قوم، شحال باش كيشد الفران. عندنا بزاف ديال العوامل اللي هما ردة الفعل باش غادي يرد على الفران، ومسافة ديال الكبح، انه واخا كتبر يعني ما غاديش تحبس تم تم، ما غاديش نقولو تفراني تم 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 تم، ولا يمكن تزاد واحد المسافة. مزيان، دونك سالينا هنا. نجيو للسؤال الثاني. ضع علامة في المكان المناسب لتأثير رجل اللاعب على الكرة عند قطفها مفعول. دونك هنا عندنا اختيار، واش تحريكي ولا سكون. لا دارك شي حوايج راه خصنا نفهموهم، راه ماشي بالضرورة نحفظوهم. شي حوايج راه في الفيزياء راه 90% فاهمها، لا مقولش 100%، 90% راه كلشي فاهم. لتأثير رجل اللاعب على الكرة، واحد غادي يضرب كرة، واش غادي تقف بلاصتها ولا غادي تتحرك؟ غادي تتحرك. دونك مفعول تحريكي. لتأثير الرياح على شراع مركب أثناء إبحاره، مفعول. دونك الريح فاش كتقيس الشراع ديال شي مركب، واش كيتحرك ولا كيبقى في بلاصتو؟ كيتحرك. دونك مفعول أيضا تحريكي. لمساهمة الخيط في توازن المصباح، هنا المصباح واش كيتحرك؟ لا. دونك مفعول سكوني، السكون واش حاجة مكتحركش. لتأثير الفرس على العربة أثناء تنقلها، الفرس واش كيحرك الكروسة العربة؟ شنو كدير؟ واش كتحرك؟ كتبقى في بلاصتها، كتحرك. دونك مفعول تحريك. دونك الله يرضي عليكم، شي أسئلة يكونوا ساهلين فقط، خاص تكون فاهم. راه ميمكنش انت ما تقراش الدرس ديالك وتمشي دوك في الفرض، هادي راه ما كايناش هادي، وما تقولش انا غادي نجيب مزيان ولا ما قريتش، ما يمكنش. ندوز التمرين الثاني. يقود احمد سيارته على طريق مستقيم في حين يسجل دركي يعني الجندارم واقف على الرصيف مواضعه المتتالية بعد مرور كل ثانيتين. نعاود نقرا باش نفهم. يقود احمد سيارته على الطريق، شي واحد غادي في الطريق الطوموبيل ديالو طريق مستقيمية، وفي حين يسجل دراكي واحد الجندارم كيسجل المواضع ديالو
البلايص ديالو كل جوج ثواني كيسجل البلاصه ديالو، كل جوج ثواني كيسجل البلاصه ديالو. مازال ضاع علم سؤال وضاع علامة فيه في المكان المناسب. السيارة في حركة بالنسبة، السيارة في حركة، واش السيارة في حركة بالنسبة؟ هنا نرجعو للجسم المرجعي. دونك بالنسبة لأحمد الشيفور، هو راه بالنسبة ليه راه كل حاجة في بلاصتها، الكراسة في بلاصتها، كل شيء في بلاصتو، دونك ماشي في حركة. ولكن بالنسبة للدراكي السيارة داك الجندار ما كيشوف الطوموبيل كتحرك، دونك في حركة بالنسبة للدراكي، والسيارة في سكون بالنسبة أحمد. حيتاش هذا ما كيشوف، هو كيشوف على الطوموبيلة في بلاصتها يعني ما كتحركش. مزيد طبيعة، شوفنا طبيعة حركة السيارة متسارعة متباطئة منتظمة. هنا غادي نرجعو لهاد المواضيع هاد ام زيرو، الموديل الاول، الموديل الاول، الموديل الجاوج. هنا فين بدا كيسجل كنسمعو ام زيرو، الموديل الاول، الموديل الثاني، الموديل. دونك لاحظ معايا هنايا المسافة 20 متر، خرج 24 متر. دونك لاحظ معايا نفس المسافة من هنا لهنايا هي نفسها، من هنا لهنا هي نفسها، بمعنى عندي نفس المواضيع. دونك هاد السرعة هادي واش متسارعة متباطئة منتظمة؟ حيتاش عندهم نفس، كيقطعو نفس المسافة في نفس المدة، دونك فهي حركة منتظمة. لماذا؟ لأن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية هي تتناقص تتزايد متساوية. جاوبنا عليها، حيتاش المسافات متساوية. مزيان، نوع حركة هيكل السيارة بطبيعة الحال واش راك دورة؟ لا، دونك هدا راه باين حركة إزاحة مستقيمية. علاش قلنا مستقيمية؟ حيتاش في الأول قالوا لنا طريق مستقيمي، بمعنى أن الطريق عندنا إزاحة مستقيمية. مزيان، احسب السرعة المتوسطة للسيارة بين الموضعين M3 و M4 بالمتر في الثانية ثم بالكيلومتر في الساعة. دونك هنايا عندنا قاعدة كتقولنا، شنو كتقولنا؟ المسافة حسب السرعة في شحال كتساوي لنا دي على تي، دي اللي هي المسافة و تي هي المدة الزمنية. دونك قال بين الموضعين ام 3 و ام 4، دونك المسافة هي ام 3، ام 3 و ام 4. ها نكتبوها هادو الموضعين بطبيعة الحال. على تي تقدر، تكتبو نتوما ديال طاط على حسب، ما عرفتش انا كيفاش كتخدمو مع الاستاذ. غالبا نتوما بالنسبة ليكم ربما بتلتة اعدادي تقدرو تخدمو بديل طاط، يعني هي المدة الزمنية. المدة الزمنية شحال؟ راه قالو لنا قبيلة بعد مرور كل ثانيتين، دونك على جوج، جوج اس. مزيان، ام 3 ام 4 شحال هي؟ لاحظ معايا هنا ام 3، هنا شحال عندنا؟ هنا كل جوج مربعات فيهم 20 متر، دونك هاد جوج مربعات شحال تكون فيهم؟ تا هما تكون فيهم 20 متر، دونك راه باينة من 20 متر. دونك تا هنا غتكون عندنا 20 متر، 20 متر زائد 20 متر كتساوي 40 متر على جوج اس. شحال تساوي لنا 40 مقسومة على جوج؟ شحال تعطينا؟ 20 اش الوحدة المتر على الثانية. الوحدة ضروري، هاد الوحدة راه غادي يكون قالها لكم الأستاذ، ضروري الوحدة متر على الثانية. مزيان، فضرب هنا راه تما جوج أسئلة، ثم بالكيلومتر الساعة. هنا باش ما تحماقوش، باش تحولوا الكيلومتر على الساعة ديما حاول تضرب في 3.6. دونك عندنا الفيت تساوي لنا 20 مضروبة في 3.6، شحال تساوي لنا هادي؟ 6 بجوج شحال تساوي؟ المهم تعطينا 3.65، تعطينا مقيلة تقريبا شي 72، 72 اش كيلومتر في الساعة، أو على الساعة، كيلومتر في الساعة، صافي؟ يستنتج هل يمكن إثبات مخالفة لهذا السائق علما أن السرعة المسموح بها هي 60 كم؟ بمعنى لا تستنتج،
ديما تستنتج ديما هذه ديالها في جميع سواء في الفيزياء او الرياضيات او اي حاجه، غير تسمع داك تستنتج رجع السؤال اللي قبل من الجواب ديالو انت ما تستنتج. دونك هنا عندنا بلاكه فيها 60 كيلومتر المتجاوز، وهنا عندنا هنايا 72. دونك هذا واش ارتكب مخالفة ولا مرتكبها، بما ان يعني 60 كيلومتر صار من 72 اذا راه ارتكب مخالفة، يعني راه داز 12 كيلومتر. دونك هاد الفقرة هادي بالنسبة لدرجة الحركة والسكون. هنا بقات لنا التمرين الثالث، هو خاص بالتأثيرات الميكانيكية. باش ميجيش الفيديو طويل ولا بغيتو نجاوبو عليه كتبوا لي في التعليق، ولا وصلتوا لهذا الفيديو هنا لا وصلتوا لهاد اللقطه هذه حتى لاخر الفيديو فبرافو عليك، وكنضمن لك ان شاء الله غادي توفق ان شاء الله، لان عندك النفس باش تقدر تستوعب المعلومه مزيان. دونك الا بغيتوا التتمه قولوا لي في التعليق، وبغينا التمرين الثالث وغادي ندير ان شاء الله جزء اخر نجاوبكم على هذا، وايضا نزيدوا نماذج اخرى ديال الفروض محروسه. وفقكم الله جميعا، والى فيديو اخر باذن الله.